لا لا انت 10 صباح يفتح محطة بس فندق بس فتح شباك عشان هو غرفة يدخل هواء. ايوه لا يا شيخ خلي لمبة ايش كل يوم لمبة 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 انت ياكل لمبات انت هذا خسارة انا بعدين خل يطلع المفارش برا في الشمس عشان خلاص خلاص قلت له خلاص بس خلص هذا فندق انت قفل الباب خلي محطة بس شغال تمام انت ما يروح يفتح ها قل له البقالب لا انتبه لها قلت له لا قل له صدق خلاص قلت له وافصل الافياش حق الثلاجات البقاله خلي عشان بعدين ما في خراب هذا شغل بقاله وخلي محطه شغال انت بس لا قلت مغرب انت قفل شويه بس بعدين روحنا بركه تبغى شيء ابغى جبنه ولحمه بركه ما يبغى شيء خلاص يلا انت بالمحطه مع السلامه رجال برا برد مدب البجايم يا شيخ ذبح حدنا ذنيدية السلام عليكم منهم هلا منهم اقلط انت حفالك بالعافية ما شاء الله ما شاء الله يعني اللي سمعته صحيح متحف وزوار رايحين جاي مو متحف هو متحف يعني شيء بسيط كذا زي ما انت شايف على قد الحال يعني بس في زوار فاتحينها بفلوس ولا ضيفة يعني ما هنا شيء يذكر ترى يعني ما قليل أيوة. قلت لي قليل ايوه كم يعني شوف احنا في البداية قلنا بعشرة بس يعني يوم قعدنا نحسبها وكذا والتكاليف وهذا بس قلنا يعني من 20 إلى 25 بتكون كويسة بس شيبان والأطفال بلاش يعني أنت تدخل ببلاش أنا أدخل ببلاش إيه يعني ما أدفع فلوس لا خمسة بالمئة على كل تذكرة حنا كان اتفاقنا تشغلونها فندق ما تشغلونها متحف وتراها نسبة قليلة ترى ما تذكر على خير على خير إن شاء الله خير ولا تنسون أني طلعتكم من السجن مقابل تشغلون الفندق إذا خلصت المهلة ولا سويت اللي عليكم ترى بترجعون السجن خلاص استودعتكم الله هلا